بسم الله، بسم الله، وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. يقول الإمام كرم الله وجهه: لا يكبر عليك، أي يقولش عليك ظلم من ظلمك، أي الظالمين ما تلفت لهمش، يضرك الأرواح، وربي لا يهدي القوم الفاسقين. وربي يقول اللي ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. هو ما مكر بنفسه، في الظاهر مكر بنا وأضرنا، وفي الحقيقة بل خدمنا وهو لا يعلم. يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف اسمعنا دائما يدافع عنا من حيث احنا نقول واحنا ظلمنا. لا، يقول: لا يكبر عليك ظلم من ظلمك، فإنه إنما يسعى في مضرته ونفعك، لأن الله بالمرصاد، واللي قدم الخير ينتفع به، واللي اختار الشر فسيناله شر مثله، والسلام على أهل الإسلام.